Let's hope so. بس اسمع لو سمحت عامر الرشي في جامعة هذا عامر هو احنا موجودين مخيم الوحدات، مخيم الوحدات انبنى ب 1948 في بضم 54,000 لاجئ فلسطيني، هلا حاليا صاروا يسموه مخيم عمان. طبعا احنا نزلنا على المخيم شفنا ايش المشاكل اللي فيه، درسنا ايش الاشياء اللي هم اكثر المشاكل اللي هم عم تواجههم حاليا. لان في عندنا تو ميجر بروبلمز اللي هي التعليم، والبروبلمز الثانيه اللي هو السوق تبع الوحدات. اكيد ما بعرف اذا انتم فاميليير مع سوق الوحدات. بعد سوق الوحدات نشوف المخيم المشاكل اللي فيه واضحه. بدنا نشوف كيف ترتبط المنطقه، شو الشيء اللي بقيت تفرزه على المشروع. طيب هلا بتحب انه احنا نحكي لك الكويستيونير اللي عملناه وايش اللي عملناه؟ هلا ريم حتشرح. هلا الشارع اللي هون مسكره ما في غير السيارات اللي بتفوت منها بس بفوق. ليش؟ لا تدخلينا على الزون. هلا احكي له على الساس بالضبط عشان مش على الزون. هلا انا مش عارف وين بالضبط وحدات بس وين بالوحدات. هلا خلينا نحكي ليش اللي انت عم تحكي من دون المنطقه وين؟ طيب هلا المشاكل اللي هون احنا اول شيء هلا وين المخيم بالضبط؟ هلا هذا الزون هذا هو المخيم كامل. هلا احنا الزون تبعتنا اللي هي هاي. وين الاشارات الرئيسية؟ هذا هي عليه الاشارات صح؟ وين الصليب الاحمر؟ الصليب الاحمر انه الواقع طيب الصليب الاحمر عند الاشارات في كازيما مركز الشرطة هذا مركز الشرطة لا ورا بيجي على هذا الشارع في هلا هون هذا الشارع الرئيسي بنخش من هون هذا الشارع اللي هون فيه المدارس وفي النرواج هذا هو الشارع المسجد هذا شارع المسجد هذا نادي الوحدات هذا مقفر الأشرفية هذا تطلع بتلاقي الكازية اللي في عندك بتلاقي الإشارة اللي على شمالك فيها كازية اوكي وينها هون حلو يعني مش باينه بعدين ندخل من الاشاره الشمال من هون من هون من, من, من هذا الشارع الصغير نيجي هذا فيه محلات كثير هيك ايوه بس وبعدين هون في مسجد الوحدات الرئيسي اللي بعمل بعدين انا بفوت من فوتها هاي وبعدين تمشي هيك
هلا حاليا مفتوح بالمخيم هذا الشارع، هذا الوحيد الانترنس وهذا الوحيد الاكزيت. اوكي طب انت ليش اخذت الزون؟ لا احنا اخذنا الزون تبع السوق واخذنا يعني هو الشارع من هون مع الزون تبع السوق مع هذا الشارع ضمن هذا الشارع. في مسجد هون، مسجد هاي عرفته؟ اوكي هذا المسجد اللي هو حاليا مهمل اللي هم ما عم بيستخدموه. في سوق حواليه. ايوه هو السوق. هلا المسجد اللي هون نقلوه خلوه هون، هم عملوا مسجد تاني اسمه مسجد الوحدات حطوه هون، وهذا المسجد لغوه يعني هلا مش مستخدم. It's a building موجود بس مش مستخدم. ليش مش مستخدم؟ لأنه أصلا ما في accessibility في المسجد، يعني بلشت من هون ناس البسطة. انتوا أخذتوا هلا ايش زون بس بالضبط؟ الزون الشارع هذا مع هذا الشارع مع زون السوق مع الشارع اللي هون. هدول هيك مرتبين هيك؟ هدول هي هذا من الأنرمانس، هذا الاكسستم. وبالارتفاعات هاي؟ بالارتفاعات تقريبا يعني هذا سكيل. اخذنا هاي، اخذنا الشارع هاد، الشارع هاد، زون السوق والشارع اللي بودي بيطلع لك. هذا بالنسبة للمال. هلا عندنا هون هدول طبعا الشارتس اللي ببينوا لنا هون الاخضر ارتفاع 9 متر، عندنا الارتقان اللي هم هدول الكوميرشال ارتفاع 6 متر. والله خلينا نشرح هيك على الموديل. انا بس على الموديل هيك عشان انا خلص انا هيك اشرح. تفضل روح اشرح لي والله هيك عشان اضل معك. عند هدول الاخضر طبعا الاخضر انسوا اللي رايح تقريبا مجمد ارتفاعاتهم بين 9 ل 8 متر 9 ل 8 متر. طبعا انت عارف هم ما عندهمش يعني عشوائيه. عندنا الاشياء البرتقانيه اللي عندك هي هذه المطله على السوق كلها كوميرشال وكلها محلات لا يزيد ارتفاعها عن 6 متر. اذا بده يكون فوق الشيء 6 متر بده يكون زي بس روف صغير بيطلع بقارب له فيه ولا فهمش. عندنا ال 15 متر اللي هي المناطق اللي هون اللي هي المدارس اللي هي برا. في عندنا ال 12 متر اللي هي الشارع الرئيسي اللي عم نخش منه على المخيم اللي هي ضمنها محلات، ضمنها محلات ومستشفى تاعت الانهار. عندنا هون هذا الديفلوبمنت سكيل احنا ايش اخذنا اللي هي هاي الاريا وهاي الاريا مع الشوارع. عندنا هون السوليد اند بوي، عندنا هون الاكسسبيليتي. هلا الاكسسبيليتي زي ما حكيت لك كان من الاحمر من فوق اوكي وكانوا يطلع من الازرق. And that's it. بقية الشوارع it does exist بس مش مفتوح. يعني مش ما بتقدر تفوت عليها لأن كلياتها بسطات. هلا عندنا هون اللاند يوز اللي هي شرحنا عليها. الأخضر عندنا يا ريزيدنشال، البرتقالي كوميرشال، الأزرق سكولز، في عندنا الأمر هوسبيتال هناك والموسكيز والأمر. عندنا هذا الستريت نتوركس اللي هو الأزرق اللي هي الماينر ستريت والمين ستريت كلها. اوكي بس هو المين رود فوت سياره هون. بسطات انا في شارع في شارع بالاصل ما بتفوت سياره ولا من هون ولا من هون لانه كله بسطات. هلا ليش كله بسطات؟ هلا نرجع. هلا الحكومه هي اوريدي كانت بنيالهم هون ستراكشر عشان يحطوا البسطات تحتي، بس لما قفلوا الباركينج هذه هون مدرسه كان في لها ساحه. الساحه لما قفلوها صارت الناس بطل تيجي من عمان الغربية عشان تشتري، فقل ضعف السوق. هلأ صار اللي بده يشتري بطل يفوت جوا على السوق هذا، صار بده من الشارع على طول هو ماشي، فصاروا الناس بضلهم يقربوا 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 عشان كلهم يجوا على منطقة الشراء، فسكر الشارع فبطلوا الناس يفوتوا. وصار حتى كمان السرافيس بيجوا هون وقفوا هون بقفلوا الشارع كلياته، فبطل حتى يعني إذا بدك تفوت من سيارتك من هون بدك تقريبا من 15 ل 20 منتس قبل ما بدك تضلك تعمل. هلا احنا ايش عملنا ان اوردر انه احنا اول شيء نحل هذا المشكله. هلا الثلاث مشاكل الرئيسيه اللي كانت عندنا اللي هي الباركينج، ما في باركينج ما في باركينج للناس بدهم يجوا يشتروا من السوق. طبعا هلا السوق هلا بيحتاج انه يعني انه ناس تجي من برا عشان تجي تصف سياراتها غير الناس اللي بتخدم المنطقه. هو انت بدك تعمل لي باركينج زي انه عم تخدم ناس غير المنطقه كمان. ما هو على حسب الكوستشنير اللي احنا عملناه اتضح لنا انه زباين السوق مش لوكلز كلياتهم من عمان الغربيه، هو اكثر شيء ما بيجي من عمان. مش عمان الغربيه ولا مش عمان الشرقيه، هو الناس عم تيجي حتى من برا عمان الشرقيه. يعني انا هنا خلينا نحكي خليني هنا مثلا الاشرفيه في ناس بتيجي هون تيجي على المخيم تيجي على السوق تيجي على السوق تيجي على السوق فهي هاي البوينت يعني مظبوط. فذاتس واي احنا وي كرييتد ا باركينج عشان يخدم هذول الناس. هلا احنا لما نخدم هذول الناس راح يصير في عندهم دخل اكثر، راح نحل مشكله التعليم في اولادهم، راح يبطلوا مشكله يصير الدخل للناس اللي بيشتغلوا بالسوق لانه في عندهم صار ناس بيجوا بيشتروا لانه صار في توفر باركينج.
مش نسبة عالية على تويوتا تبعتهم بعضهم. هلا أقول لك ليش تفرق كتير، لأنه هما الباركينج هذا إمتى فلو بالألف. هلا سألنا نفس المدرسة تبعت الأنر وحكولنا إنه من 2011 تقريبا ما نسبته فوق 60% من الطلاب بطلوا يشتغلوا، بطلوا يدرسوا، صاروا يهربوا من المدرسة لأنه أهليهم بطل في عندهم فلوس، صار لازم هو يشتغل في البيت. يعني هذا كان مؤثر إنه ما في باركينج؟ آه ما في باركينج. لا لما لغوا الباركينج بطلوا الناس يجوا من عمان الغربية. نهائية. آه عندنا دوكيومنتيشن بالكوسنا. حلو أوكي، لأنه هذا شيء صراحة يعني لازم يكون فيه. آه طبعاً الناس عم تقول لك أنا بطلت أدرس لأنه الدخل خاف، الدخل اللي خلاه يخاف إنه ما في باركينج. إنه ما بالضبط. ليش ما في بار؟ ليش أصلاً خاف؟ لأنه ما في شراء. ليش ما في شراء؟ لأنه. طيب أوكي. بعدين فاحنا حلينا ثلاث مشاكل اللي هم الباركينج فزاد الدخل فزبطنا التعب. عملتوا باركينج بعدين زاد الدخل تبعهم يعني عملنا السوق. هذا من حل الباركينج. اه لما نحل الباركينج عملنا السوق كمان، زبطنا لهم السوق وفتحنا الشوارع. هلا هذا الماستر بلان تبعنا. هلا هذا الشارع اللي هو بفوت بين المدرستين. هلا الشارع هذا كلياته كان الرصيف تبع 2 متر وسعناه ل 5 متر، والتوسيع اللي وسعناه من سور المدرسة وليس من بناء المدرسة، يعني عملنا بس شفت السور تبع المدرسة، ضبطنا كل المنطقة اللي هون عملنا فيهم بنشز وعملنا فيهم لايتنج وعملنا فيهم تصريف المي. حطيت المنطقة. اوكي هلا دخل على المنطقة. هلا احنا كيف بدنا ما نعمل انتر اكشن بين الببليك وبين البرايفت، اي مين باي ببليك اللي هي ببليك ترانسبورتيشن وبرايفت ترانسبورتيشن، فعملنا هذا الشارع اللي هون بس للسرافيس والبابليك ترانسبورتيشن والتكاسي والامور. هلا السرافيس بيجوا على هذا المكان، بيجوا هون بيعملوا دروب اوف عشان ينزلوا على السوق، بعدين يا بيكمل طريقه بيروح، يا بيجي هون بيعمل باركينج له عشان يحمل ناس ثانيين. هلا السرافيس لهم مواعيد عشان ياخذوا الناس، فهو بيستنى كل واحد موعده بالمنطقه تبعته، بدل ما يستنى بنص الشارع بيستنى بالباركينج تبعه، ممكن ينزل يشتري كافي ولا سايبر اللي بده يعمله وبعدين يروح. هلا البرايفت بيجوا من الشارع اللي هون، بيجوا من هون برضه بيعملوا دروب اوف وبفوتوا على الباركينج. هلا هذا الباركينج عملت اكسس يعني سكيورتي اكسس من هناك، وكيف انه بس بدخل الببليك ترانسبورتيشن من هناك؟ كيف عملت؟ يعني انا ماشي بشارع اللي فوق سيارة خاصة في طيب، انا بدي افهم شو العمل في وين سكيورتي اكسس؟ لا عادي بتقدر تفوت، بس هي السرافيس مستحيل يفوتوا يعني، فخطهم معروف. أيوة. خطهم معروف انه من هذا. اوكي انا مش ضد الترانسبورتيشن اللي هو الببليك، انا هو لو خط لازم مش عليه. اه انا بحكي عن البرايفت. خط انا برايفت كارد ادخل بدل ادخل بتقدر تفوت. اوكي بس بتقدر تفوت ووك ثرو، بس ما بتقدرش تيجي. اذا بدك تيجي هون بدك تصير تفوت هيك ترجع من الشارع اللي ورا. ما بقدر اعمل دروب اوف؟ لا بتقدر تعمل دروب اوف ثرو بس ما بقدر. ما بتقدر؟ لا هذه ما. طيب اوكي ماشي. والبرايفت بيجوا من هون برضه بيعملوا دروب اوف وبوقفوا بال. طب اوكي شوي بس هون محل الباركينج انت هذا اللي هو شيء وينه هذا اللي هو بالسبيس هو اصلا اوردي فاضي. اه هو فاضي هو هيك ديفلوبمنت. طب والكورت يارد تبع المدرسه وين هو؟ الكورت يارد هم صارت ورا الباسكت اللي هي هاي المدرسه. نقلت الكورت يارد تبع المدرسه لفوق شوي. اه هي مش كورت يارد يعني ما الطلاب ما بيكونوا فيها بيعملوا اي انتر اكشن. في ساحه للطلاب. اه ساحه الطلاب كلياتها بالمنطقه اللي ورا الورانيه. هلا هذه بس هي ساحه كبيره. بس انت ما اخذت مساحه الطلاب. لا هذه اصلا اللي كانت باركينج زمان. ما اخذت جزء من اه. لا مش قلت لك قبل كان باركينج. وين كان الباركينج؟ كان باركينج هون. هلا هم لما صار الباركينج صار ايش؟ ليش هم قفلوا الباركينج؟ يعني ما حكينا الباركينج ليش قفلوا؟ لانه طلاب من المدرسه صاروا ايش يحملوا سكاكين ويحملوا اشياء، اي احد يفوت ياخذ منه فلوس خصم على حسب السياره، سيارته غاليه ياخذوا منه اكثر، اذا ما اعطاهم شو الحل انت عملته؟ فالمدرسه ايش اجت عملت؟ اجت بنت سور وقفلت الباركينج. فاحنا اجينا فعملت نفس الشيء رجعت باركينج، خلينا السور تبعهم بس عملنا باركينج ثاني برا سور المدرسه، فما بيقدر يفوت عليه. خلص تركت السور اللي هم يعملوه اصلا. اه رجعت تحيته لهذا الشيء. رجعت تحيته الباركينج وبيعملوا سور وسكروا الباركينج. سكروا احنا هلا رجعنا عملنا باركينج جوه السور، يعني السور هلا بيقفل احنا شايف كيف بيقفل على الباركينج وبيقفل من هون وهذا هو. طيب ومن هون؟ من هون بيقفل بسور كامل. هذا كله بيلدينج هذا بيوريك الرندرينج. اوكي هلا هذا السوق تبعنا. هلا احنا اخذنا الشكل الهكسجون بناء على هذا الكونسبت اللي بلشنا فيه اللي هو 6 سلايد. فهلا انت بتفوت على السوق من هون. هلا السوق هو عباره عن خليني اعتبرها زي ماب او بازل انت بدك تمشي فيه. هلا اه
هلا البازل هذه انت بتفوت عليها بتستكشفها. كيف بتستكشفها؟ بتفوت. هلا احنا مقسمين الزونز على حسب كل زون ايش اكثر استخدامه. في عنا خضار، في عنا لحمة، في عنا خردوات اللي هي الاكسسوارز تعمل. سوري بس الباركينج فوق شو هذا الرامب؟ هذا الرامب عشان هو 3 فلورز. حكيت 3 فلورز. هو بيلدينج. كيف فكرت لي على اللي ورا بيلدينج كمان؟ لا بدنا في كم سيارة؟ كل طابق 37 سيارة. كيف حسبنا عدد السيارات؟ حسبنا عدد البسطات اللي موجودة، وحسبنا لكل بسطة إنه جاياها سيارة إنه بده يوقف. فحسبنا عددهم وطلع معنا هذه كيف طلع معنا السبيس تبعنا. فهلا الباركينج تبعنا لما تفوت الباتريز لما تفوت. هلا إحنا عنا من كل واحدة من هذول هي هاي تحتيها في 6 بسطات، والبسطات هذه في النص تبعها في هاي المظلة اللي هي عملاها، وفيها الشجرة اللي بالنص. هلا ليش حطينا شجرة ما حطينا اشي تاني وقفلناه وخلص؟ لانه بالمنطقة في عنا كتير ما في عنا فيجيتيشن نهائيا وما في عنا لاندسكيب، فبتحس بدنا نعمل هذه المنطقة تكون زي زون هيك عم بتبعد كل اشي عن الناس وعم بتخليهم ممكن تكون سوشالايزنج بليس. هلا ليش عملنا روف جاردن؟ لانه بالكوستشنير تبعنا بان انه في نسبه منيحه يعني من المخيم بيطلعوا برا عشان بروحوا على الحدائق اللي برا المخيم عشان يلعبوا اولاد، كان لهم اولاد صغار ولا مسوفه، فعملنا لهم روف جاردن برضه فوق. وفي عندنا برضه بلاي جراوند. كيف نوصل للروف جاردن؟ الروف جاردن عندنا تو باثز، عندنا الباث اللي هون اللي بيطلع من الدرج من الشارع الرئيسي بيطلعك على درج، واذا انت كنت كبير بالسن في عندنا اليفيتر هون برضه مع درج. طيب بطلع فوق روف جاردن، بتطلع فوق اللي هو هذا الباث تبع الروف جاردن. طيب هلا في عندنا هذول التو زونز اللي هون اللي هم اذا بتشوفهم بالسكشن هاي وهاي، هذول التو زونز هذول برضه مرفوعين عن الروف جاردن، وهذول بصيروا منطقه تكشف كل الوحدات يعني زي كانها وحدات اي احنا بدنا نسميها، يعني بتقدر تشوف كل المخيم، بتقدر تشوف المناظر اللي هون. نحاول طبعا تكون زينه. هلا هون خلينا افترض انك انت قلت لي بدي افوت جوا، طب بركي ضعت، كيف انا بدي احميك انك انت بدك تطير؟ هلا احنا عندنا مين شو الوي فايندينج ولا تامين السكيورتي ولا لا؟ اذا انت بدك تعرف حالك انت وين بالسوق هلا باي بارت انت مثلا. هلا في عندك تو يعني تو ميثودز انك انت تعرف انت وين. في عندنا اول ميثود انك انت بتقدر تطلع على هاد وانت جوا، بتقدر تطلع على التوب تبعه، على التوب تبع البيلدينج، فبتشوف وين السوليد وين الفويد. الفويد بتطلع لك تلعب وراه رسم ما اه هلا احنا في عندنا انيميشن هلا بشوف لك اياه بيوضح. ومن جوا طبعا زي ما حكيت لك كل زون. هلا بكل زون في عندنا منطقه تجمع. هلا بالمنطقه التجمع هاي حطينا زي سكالبتشرز، هذول السكالبتشرز كل شيء يرمز لشغله معينه من هناك، الفيجيتيشنز لهم سكالبتشرز. فبصير بكره الناس يعملوا زي ذير اون ايدنتيتي، انه والله قابلني بالمكان الفلاني عند مثلا تمثال الفلاني، قابلني عند لاند مارك زي لاند مارك. طب ماشي اوكي. هلا انت حسبته هلا على الموجود كم بسطه تقريبا اللي موجودين هلا؟ تقريبا بحدود 40 بسطه حاليا. هو كم وفرت؟ لا احنا حاليا عندنا 40 بسطه اللي احنا وفرناها. قبل قد ايه يعني؟ قبل ما حسبنا صراحه قد ايه بسطت، لانه ما في شيء بلد يعني، كل واحد بيبني بسطه الصبح طبعا حتى لمين بيجي اول، وكل واحد بيبني بسطه الصبح طبعا. بسطه ممكن تكون على عربايه، ممكن تكون طيب بس هو انا عندي بسطه كيف انا السيرفيس تبعي او انا بدي اجي ببسطتي واغراضي واحطها كيف الطريق زي مثل اي شخص ما وفرت لهم سيرفيس رود لهم بس هذول زي نودز بيطلعوا منها وبوصلوا للبسطات تبعتهم هيك بده يمشي زيه بياخذ الاغراض يعني زي ما انت هناك حددنا الببليك ترانسبورتيشن والبرايفت ترانسبورتيشن فكمان تحت هذا السيرفيس كيف انا بخدم البسطات لاصحاب البسطات زي كيف المطعم له سيرفيس بار من ورا بيخدم ما بيجي قدام الناس نحن بنعرف طب نخلق هذا الشيء هون كمان يعني اذا انت كثير هلا مرتب وكيف مرتب الامور وكيف الباث والروج وكل واحد له زون وهاد برضو انا بدي اخلق شوارع لهدول الناس يعني انا باجي بسطي وبدخل مع الناس وبدي اروح اصف حط بسطي وادبر حالي لا انا بفضل يكون في برضو لهم زي ما انت موفر لكل شيء يوفر لهم هدول كمان عم تهتم بس بالناس اللي عم تيجي على البسطات عم تهتم لاصحاب البسطات احنا ممكن انه نفس هذا احنا صراحه ما عملنا بس احنا ممكن هذا الشيء نضيفه مع الببليك ترانسبورتيشن بالشارع هذا ممكن نعمل لهم زي كذا بس انا بنافس شفت معك بصوت عالي انه ليش بنخلي لهم هدول كمان راحه وجو وهم كيف يوصلوا يحطوا بسطهم براحتهم ويرجعوا ما حدا يدايقهم كمان ولا هم يدايقوا على الناس
هلا احنا عندنا طيب اشرح لك. هلا عندنا احنا جوده البسطه. هلا احنا كل بسطه موجوده سبنا قدامها 3 متر على الدائره زي اوفست 3 متر على الدائره. هذول اماكن وقوف للي بده يشتري من البسطه. وبعدين عندنا كمان اوفست 6 متر هذول باثوي. هذول بس للناس اللي بده يدخل يمشي. اوكي بس انا بدي اشوف كيف انا بوصل بسطتي صاحب البسطه. كصاحب بسطه كيف انا توصل؟ انا صاحب بسطه كيف بدي توصل بسيارتي؟ بسيارتي باغراضي هذا بوجي بجيب سيارته بتحشي ثلاث ساعات بدخلها بس بنزل كل اغراضه وبحطها. تفهم كيف؟ هلا انت هنا مستحيل يفوت بسيارته، يعني هي بيجي من هون اذا في يكون هلا انه يفوت بسيارته لا ما عندنا هذا مستحيل. بس انا مثلا كيف بدي اوصل بسيارته من هون؟ اوصل بسيارته اذا انا من هون. هلا هي هذه الاماكن مش مغلقه. هذه هي الثلاث اماكن. انا ماشي رح يمشي بغض النظر كيف بده يمشي بيمشي ويوصل لهم. يحمل بسطه اغراض طب هذا بلكي مشان لا ما حيحمل بسطه. احنا وفرنا لهم لإلهم بسطات وهلا بس بيجيب بضاعه تبعته. كيف بضاعه؟ والبضاعه تبعته بتصير لوك داون عنده جوا، يعني هو كل يوم بيقفل بسطته بتصير عنده هذه دير اون ايدنتيتي خلص. يعني هذا اللوكيشن تبعي هذا اللوكيشن تبعي. ليش مثلا ما اوكي انا بدي ازود هلا ازود ايش؟ ازود بسطتي او الكيوكس تبعتي الصغيره ازودها بالضاعه كيف؟ يعني جبتها بضاعه بقول لك احنا هذا البات انه انت كيف توصل للضاعه يعني يفتح لهم وقت معين هنا من الفتره هاي الفتره هاي بيجوا في عبد الشيخ يزورها زي مثلا المخيم او زي البالي اللي في العبدلي خلص بيجوا هم الخميس بالليل البالي تكون جمعه خميس بالليل كله بيجي بيسهر وبيحط بسطته وبيظبط وبيفتحها الجمعه بتدخل شفتوا خميس بالليل بتدخل بساعة متاخره هذا بتقدر تلاقي حل من هاي الحلوة انه يكون له توقيت لبسطاته ممنوع مثلا انه يعني تاخذ زي سبعين خلص انه بوقت معين بالضبط اذا بتقدر تخلق باث يعني يقول بس الباث تبعك رح يكون صراحه بده يكون مدروس طيب انت دير الكوماند اللي ممكن احنا الباث هذا اللي بنعمله عن طريق الباث ترانسبورت هلا احنا هذا الشارع عرضه 6 متر هذا الشارع وعندنا هذا الرصيف 5 متر فهل انت يعني تقترح انه ممكن بهذا الباث نعمل زي نودز صغار زي يعني دخله هيك بالشارع تكون دروب اوف جوا ممكن دروب اوف جوا وبيكون في وبرضه يعني فوق هذا كمان انا بفضل يكون في توقيت معين طيب ممكن نعمله عن طريق توقيت وبرضه بنعملهم نودز انه هذول بفر زونز مش مستحيل انا هذا اذا بده يجي بس بده يجيب ضغطه مش رح يجيب كيلو 2 كيلو رح يجيب 30 و40 50 60 كيلو فانت تخيل اللي هو راح يجيب على باي انا متاكد وراح يمشي فوق الرصيف تفهم كيف بس لا اذا هو انا عارف ان الاتيتيود تبعته حتكون فلا خليني اقول له اصبر عنه يمشي في هذا الباب يعني اعمل لك اياه يعني هو مش حيجي يشيل هذا ويحطه على الرصيف يمشي فيه لا خلص في اني شارع مو فيه فاهم كيف واذا ما انت خلقته وخصصته لتعامل البساط اوكي يعني خصوصا راح يكون مرتاح هو بينقل كل بضاعته فيه ف اي ثينك احسن بكثير ساعتها ما فيش وايش كمان عملته هذا بالنسبة للباركينج بالنسبة للسوق هلا احنا عندنا انيميشن برضه بيوضح كيف كيف انت بتمشي بتدخل على المشروع لما تطلع عليه هلا شغله هي هلا بس فاهم بس Hold the screen down. هذي طبعا انت بتقدر تشوف السبيسز اللي عندك فيها فاهم خلص واضح عم بس عم بقرا كيف الموضوع احنا حتى كمان منطقه البسطات زدناهم درجه اذا بتلاحظ بعد طلعناهم درجه برضو عشان كمان تكون هذه خلص انا هون يعني تو ميك ا ستيتمنت هذه المنطقه اللي حكيناك عليها البلاي جراوند اللي هي بالهون المنطقه ورا
اللي هي ممكن اذا احد بده بيجي بالسوق ممكن يحط اولاده ورا ويكمل الشوبينج تبعه بعدين بيرجع بياخذ اولاده فوق. هذه منطقه الروف جاردن اللي بيطلع عليها من فوق. غلبك بشغل والله. طبعا شوف. بس بدي شوي اعطيني فكره سريعه على المشروع. هلا المشروع تبعنا مخيم الوحدات، عالجنا فيه سوق الوحدات وخلقنا باركينج عشان نعالج سوق الوحدات. هذا هو هذا الوحدات، هذا المخيم كامل. هم اخذوا بس هذا الشارع، هذا الشارع واخذوا المنطقه هذه. هاي المنطقه كان فيها جامع هون، لا الجامع فاضيه فاضيه، فيها سوق بس لا فيها بسطات، فيها بسطات هاند ميد. شالوا المسجد هذا وحطوه هون. سوق الوحدات ما غيره من هنا فوق لجوا المخيم في سوق ثاني. لا في اكثر من سوق، في سوق ثاني كبير ثاني اي ثينك اللي هو تبع تيجي هيك وتدخل كمان. استنى شوي، وين دور دور الشرق الاوسط؟ الشرق الاوسط عدو الشرق الاوسط هناك. الشرق الاوسط هون. هذا نادي الوحدات. ايوه نادي الوحدات. هذا نادي الوحدات وهذا مقر الاشرفيه، وعندنا هذول المدارس الانروا، في عندنا هون هذول المدرستين، وهذه المستشفى تاعت الانروا، وهذا الشارع، هذا شارع امير سمعي. فهم رتبوا السوق، يعني رتبوا السوق كثير منيح وعملوا هاي السوق هاي تحت رتبوا. هذا الماستر بلان تبعنا. هذا الماستر بلان، وعملوا انه في اكسس له ترانسبورتيشن برايفت ترانسبورتيشن، وخلقوا باركينج هناك مبنى كامل عشان ما في باركينج موفر اصلا، لانه هم بيدخلوا بسيارات واغلبهم تبع الباصات وهيك، وبقدرش الترانسبورتيشن بابليك تدخل اصلا. وخلقوا هذا السبيس اللي هون، وعملوا كمان زي لاير فوق وروف جاردن، ورتبوا الباصات تحت زي ما شايف الانيميشن، وروف جاردن عملوا فوق كمان. انت زرتهم خيال؟ طبعا. احنا كان عندنا وحده من التاسس. هي مشكله فعلا الفيتال ايرور بكل مكان. احنا عملنا الفيتال ايرور بس الفيتال هي الفيتال بكل هي اكثر شغله اللي مأثرة على المخيم، على الشغل في المخيم. هم اخذوا الشغله. انا بشتغل وين؟ هات اقول لك اذا انا فاهم صح. انت بتشتغل وين؟ انا هون بشتغل دوار شرق الاوسط. انت عند المخيم اللي هو عندي فيها كثير مشكله. هاي المنطقه ما بتنداس. مظبوط. ما بتنداس هاي المنطقة اللي ما بتنداس. إذا أنا فعلا بدي أعمل مشروع أنا لا ما كنت ليش ما حليت هيك؟ ليش ما كملت حالي؟ أقول لك ليش ما حلينا هيك؟ هلا إحنا طبعا ما بدي أسرح لك كمية ما بدي أسرح لك كمية الصعوبات، إنك أنت مستحيل أصلا تفوت على أي حارة فيها بيت. يعني هون مستحيل تفوت، مستحيل بكون في ناس واقفين هون. إنك أنت مين؟ ترى انا والله طالب وحده عامر مش موضوع شيء صور اختي انت داخل يعني كانوا كثير درس على احنا ما قدرنا اصلا الموضوع اللي بدي اوصل لك اياه فهموني صح فهموني صح انتوا عم تحلوا مخيمات تحلوا شيء فيتل يعني مشكله بالمخيمات اساسا فيتل بالمخيم في مشكله بالمخيم لا ممكن الحل وانا وظيفتكم صح اذا فعلا فعلا في مشكله السوق اللي عم تضايقهم تمام؟ هلا احنا انا حاشرح لك ليش اخترنا السوق. بس بينما انا اللي كنت اذا بدنا نحل بنحل مخيم مش هذا هو المشروع نحل مخيم مظبوط انا كنت فكر حتعرض لي حل للمخيم اجمل اقوى هلا اقول لك احنا هلا بالمخيم كلياته لما رحنا زرناه وعملنا كوستشنير طلع معانا 3 بروبلمز ايش هم 3 بروبلمز؟ اول شيء هلا في ناس كثير بيجوا على المخيم عشان سوق الوحدات انه بقول لك بقول لك خضار تاعه فريش اكثر بيشتري لحمه منه بعرف ايش المهم اشياء هو ارخص فكان عندنا المشكله الرئيسيه انه كان الناس اللي بيجوا من عمان الغربيه كان لهم من زمان موفر باركينج في مدارس الانروا صارت مشاكل من طلاب الانروا صاروا يعني يحملوا سكاكين ويضايقوا الناس اللي بيجوا وكل واحد حسب سيارته ياخذوا منه زياده وهيك فايش المدرسه عشان تحل المشكله ايش عملت بنت سور وقفلت الباركينج لما قفلت الباركينج بطل الناس يجوا على السوق من عمان الغربيه صاروا الناس يجوا بس من النيبرز لما صار من النيبرز اثر على الاقتصاد او يعني منطقه الحاله الماديه لاصحاب البسطات اللي هناك لما اثر على حاله البسطات اللي هناك صاروا هذا كان السوق اصلا وهذا كان شارع مفتوح صاروا الناس اللي بدهم هون صاروا بدهم يقربوا على الشارع اكثر لانه صار بس الناس يجوا بدسترين بطل يقول لك انا ليش اخش جوا صار حتى الناس يخافوا يقول لك بركي خشيت جوا صار لي شيء بصير لي شيء فصار عندنا مشكله اول شيء بدخل فلما هلا مشكله الدخل ايش صار الطلاب بقول لك من 2011 لما قفلوا الباركينج لعامنا هذا اكثر من تقريبا 60% من الطلاب بطلوا يدرسوا لانه اهاليهم صاروا يجبروهم انه لازم تشتغل عشان تجيب لنا مصاري لانه ما عندنا دخل فوجدنا انه احنا لو حلينا مشكله السوق اللي هون وعملنا فيها منطقه تكون
تخلي الناس اللي هون to interact مع هاي المنطقة. صار يعني زمان حتى كانوا بيقولوا لنا إنه إحنا كانوا هم يسمعوا مثلا الأجبان ويعملوا الزيت ويعملوا الأشياء الخلالات والأشياء عشان يجوا يبيعوها هون. هلا حتى بطلوا أصلا, فصار كل المنطقة هاي اللي هم تضرر. صاروا الناس اللي بالمخيم إيش يعملوا؟ يطلعوا يروحوا على مخيمات تانية أو يطلعوا يروحوا أماكن تانية برا. أنا ما بعرف قديش موضوع هذا بديش أحكي مزبوط ولا لا, بس ولساته حيويته الفكرة. هلا أنت حكيت عن موضوع مشكلة السوق على عين الناس, حكيت عن موضوع الأنور وحليته. الأنور اللي هو المدرسة؟ آه. ما أنا لما حليت السوق من ضمن الحلول اللي عندك. من حليت السوق حلت مشكلة. من ناحية هون النادي هذا عم بيعمل لك أي نوع من المشاكل؟ لا, كان النادي كان المشكلة الوحيدة تبعته إنه الأكسس الوحيد تبعه هذا الشارع. تمام. فحتى كمان مره زارهم الملك برضه بال2010, فهم تعالوا المخيم بقول لك انه المره الوحيده اللي دخلت سيارات زباله على المخيم تنظف المخيم بس لما اجى الملك. طيب وما في اصلا سيارات بتفوت عليه, يعني حتى الملك نفسه اضطر باجره يفوت على المكان, ما في سياره تعمل له دروب اوف جوا. هلا انا هذا اللي بدي احكي انه هذه كمخيم كمخيم مش عم بسبب لي اي نوع من المشاكل. لا مش عليه هو doesn't affect anything around him يعني. لا doesn't affect لانه هو building as is وكثير قريب على الشارع, يعني هذا الشارع الرئيسي يعني. هذا مغفر الاشرفيه والناس بيقدروا على طول اكسس. طيب هذا اللي انا بدي اياك تفكر فيه, انه هاي بدل ما يكون عندك مشروع هاد كان ممكن يكون مشروع سوري كان ممكن مشروع هاد كامل. هلا احنا لما حلينا الستريت نتورك تبعه, لما حلينا الستريت نتورك تبع هذه المنطقه كلياتها هو منظم بهي الشكل. احنا هذا اللي اخذناه, هذا اللي بحكيها يعني كيف اخذناه. هذا الفايل اخذناه من هيك الشوارع تاعك. طيب هلا احنا جوا صراحه ما بنقدر نقول لك اذا هو هيك ولا مش هو هيك لانه وي ور نت الله. لسه ما بعرفش بالتصميم ولا بالحق تاعك. انا بس كل الفكر كل بدي كل الفكر انك حتسويه بدل ما تاخذ بس سوق الوحدات لحاله كان ممكن انك اكسباند وثينك مور انك تاخذ اصلا الاكس هاد. الاكس هاد كامل احنا اخذنا الاكس هاد كامل والاكس هاد كامل كامل. هلا بنوريك اياه بس. طب تمام. هلا هذا الاكس, هلا اشرح لك اول شيء الاكس احنا كيف حلينا. هذا تقدر تاخذ سفنير معك. هلا هذا الماستر بلان تبعنا. الماستر بلان احنا قسمنا الستريت نتورك تبعته لاسمين, اسم بوبليك واسم برايفت. طبعا باي بوبليك اي مين بوبليك ترانسبورتيشن وبرايفت ترانسبورتيشن. هلا البوبليك صاروا بفوتوا من الشارع اللي هون اللي هو بين المدرستين اللي هو شارع امير سميه, وبيجوا هون بيعملوا دروب اوف. إذا هو سيرفيس مثلاً بيقدر يجي يوقف هون, إذا هو تاكسي برضو بيقدر يجي يوقف هون, وإذا بده يعمل دروب أوف وبعدين بروح وبيطلع يا بيطلع من هذا الشارع من هذا الشارع من هذا الشارع. هذا الشارع اللي بوينتر الشرق الأوسط اللي هو هون, وهذا الشارع اللي بيطلع هذا نادي بغداد وبعدين وعندنا من هون هذا الشارع اللي بخشوا اللي هم البرايفت كارز بخشوا برضو بيعمل دروب أوف بفوتوا على الباركينج. بعد ما يخلصوا يا بيطلع من نفس الشارع يا بيطلع من الشارع اللي بعده. ثم باركينج بوسع كتير. الباركينج احنا حسبنا لكل بسطة لكل بسطة سيارة, فعندنا بكل طابق 37 سيارة وعندنا 3 طوابق. هلا السوق تبعنا نفسه طبعا لما تعمل دروب اوف هون انت بتمشي, هدول عبارة عن بسطات اللي هي هلا بنوريك الموديل. هذا هو الموديل تبعهم. بفوتوا على البسطات عندنا 2 اكسس للتوب تبع البسطات اللي هي هذه الروف جاردن اللي عندنا موجوده, بيطلعوها من هون بالليفيتر وستيرز. كيف بتتم توزيع البسطات على العمل؟ كيف يعني كيف بتعطي البسطه هاي لمين وحسب بيست اون وات؟ احنا قسمناهم لزونين, شفنا كل زون اللي يكون في البسطه هاي ممكن 4 خضر جيه. بالضبط هي هاي شكلها سفيشنتي المسافه هذا. هلا هاي البسطه من هون لهون 3 متر sufficient. ايش sufficient يعني كافية انها تكون البسطة هاي خاصة بشخص واحد. ممكن تكون بزار بس ممكن تكون فعلا لخضر شيء. هلا فعليا الناس اللي هناك اللي البضاعة اللي عم بيعرضوها على تقريبا 80 سنتيمتر 20 سنتيمتر هذا كل اللي عم بيعملوه, فاحنا اعطيناهم 3 متر وعملنا انه البسطة تبعته ما بتغير الكشن تبعها. يعني حاليا هم عندهم بالسوق اللي بيجي قبل بالصبح هو اللي بيلحق المكان, اذا ما اجيت قبل ما بتلحق مكان. كل واحد هو بيصنع بسطه الصبح. بس هلا صار في بالعرف والعاده يعني. هلا بصير هلا هو زي البسطات الثانيه بتروح على الامانه وبتسجل سبيس هذا باسمك وبس. هلا خلاص هلا هذا بصير تبعك خلاص. هذا انت يعني هذه التوزيع انه انت بتشوف انه التوزيع بالضبط صار لكل واحد خاص فيه. لكل واحد خاص فيه ايوه خلاص. انت هذا الايدنتيتي تبعتك, هذا المحل تبعك.
بتوزع كل زون خاصه مثلا بفانكشن معين. بالضبط. هلا كل زون صار على حسب النيدز تاعون الناس. هلا مثلا الناس بيطلبوا الخضار اكثر من اللحمه، مثلا بيطلبوا الاكسسوارز اقل من الخضار، فكل واحد له على حسب عدد البسطات تبعته وعلى حسب الزون تبعته. شوف انا السؤال هذا بعرفه واي ثينك دخلته بسياره ما بعرفش يعني كم قريب من كيوار. هلا شوف انا مش انا بعرف النقطه، انا مش ضد انه هو اخذ زون بهاي المنطقه كلها، يعني هو اخذ زون هاد يعني انا بشوفه اتس انف انه هو يشتغل عليه بيوصل مرحله منيحه فيه. فهو صراحه هم مخدين هاي المنطقه، وهذا السوق بالوحدات في اكثر من سوق، والوحدات معروف السوق يعني وين رايح راح اسوق الوحدات، وين جاي راح اسوق، يعني اذا بدي اروح اشتري الناس المنطقه هاي كلها اللي هون اوكي. فهو انا يعني بشوف انه هم مخدين شيء برضه مش بطال، يعني شيء كثير كويس، يعني انه هم يعالجوا السوق بتكنيك منيح. وبعدين معالجين الشوارع الموجود الاكسس اللي بيجي عليه من هون، انا بعرفه هذا الشارع كمان، والباركينج اللي خلقوه هون بالمبنى يعني اتس جود يعني، والسوق هذا سبيس هذا نفسه خلوه مثل ما هو وعالج المنطقه يعني هم وعملوا هذا اللاير بالضبط اللي عملوه هذا كمان، يعني صراحه رتبوا المنطقه بكثير شيء كويس جرين. هلا الصراحه يعني خصوصا المشروع حلينه بشيء كثير انا عجبني. هو في اضافه ضايفين شيء منيح، سبيس منيح للعين، يعني هون بجوز هون شوي اوكي ضايفين بس للعين هيك شوي بتحسي شيء هيك بروبوزل كثير هيك كثير قوي. هنا ضل على السكيل الموجودين فيه وخلقوا ورتبوا قدر الامكان البسطات، اضافوا شوارع، بقدروا يرتبوا يعني توقيت كيف الناس، انا قلت لهم بالسيرفيس رول تاعون تاعون البسطات يهتموا برضه كمان الناس كيف توصل، يعني ما اختلطوا معنا زي ما انت كيف موفرين للناس راحه وفروا تاعون البسطات كمان كمان انه ميمي يرتاح وكيف مش بتطلع كسر مايك. هو انتم عندكم جامعه على السيرفر انا في ك نظرة شمولية أكثر. كنت أفكر أنا اللي كنت أفكر فيه أكثر لا إشي أكبر. هلا اللي صح سويتوه مزبوط، حليت أنت يمكن مشكلة اقتصادية صح. موضوع الباركينج أنا لسه عم بشوف الكبرى، مش عم بشوف انه سفشنت، لانه احنا لو حطينا لكل بسطة سيارة مش سفشنت. انت بتشوف العشق اللي جوا السوق بس هي اعتقد لما احنا عملنا هذا الاورجنايزيشن سويناه حتبطل هذه العجقة موجودة، لانه حتى اللي حكيته قبل انه انت الحل اللي بتفرضه هون الحل اللي بتعرضه رح يكون كتير جديد، رح يستقطب ناس مش رح ينفر الناس، انت راح تزيد عندك ناس عدد اللي انا بقوله انه انت بالحال تاعك عم تعرض نوع من انواع الاستثمار المستقبلي للسوق، ممكن ناس تكبر، ممكن ناس تيجي اكثر، ممكن ناس بس تسمع بمشروعك تيجي صح؟ هذا اللي احنا بنحاول نحله. احنا مشكلتنا انه بنحل القائم ما بننسى الكونسيكونسز اللي عليه. يعني هلا انا لما حليت هذا الموضوع اللي عندي تبع السوق انا فعلا بزيده مستقبلا. هذا بس اعطيه زي ما قلت اللي قبله، اعطيه سنه. ليه اعطيه سنه؟ لانه كل الناس رح تسمع عنه، هذا السوق رح يصير استثمار ضخم. هذا العقد اللي فوق شئت اما بيت رح يفتح عليه كمان بسطات. اللي بدي اقول لك اياه انه هذا رح يصير شيء ضخم. المفروض الباركينج اللي انت عامله مهيئ مستقبلا لشيء ضخم. طيب يعني انت هلا احنا كان في سجستشن من مهندس جهاد انه كان في مشكله احنا ما درسناها حقيقه، اللي هي انه احنا نفس البسطات ما خلينا لهم زي باث لهم انه تيجي السيارات تبعتهم تنزل البضاعه لهم. تمام. يعني ما لهم سير، يعني لهم رود بيقدروا يمشوا فيها بس ما بيقدروا يوقفوا فيها، يعني لما بده ينزل البضاعه تبعته لازم يا يجي يوقف الباركينج وينزلها ويمشي اول ذا واي بالسوق او انه بالضبط. It's not fine. Exactly. فاحنا ما حكيت له ما شفناها من هذا البرسبكتيف. قلت له لازم هو انسى برضه اللي بنزل البضاعه، انت اللي راح تحل اللي بنزل البضاعه. هذه بسيطه.
فهو اقترح انه ممكن تكون التايمينج نلعب فيها التايمينج انه زي كيف سوق الجمعه اللي بالعبدلي انه بيجوا بالليل هذا الشيء برضه بيجي برضه حسب التعويض بالزبط. بس الفكره انه انت انسى اللي بيعمل دروب اوف اللي بينزل بضاعه راح ينزلها اصلا بساعه لاحظ ان انت بس تنزل هناك بنص النهار مش تحكي احد ينزل بضاعه اه طبعا اكيد راح الصبح بكير او بالليل هلا انت اللي بتعرضه هنا صدقين الخضره لقيت فتره حبطل لها دور الخضره راح يبطل لها دور ليش لانه انت عملت شيء كثير جميل لانه يكون له خضره يعني هلا الناس ممكن تستغله لخضره لفتره معينه شرط خضره بس يعني لا هي كثير هي بالضبط هي هاي هي مش بس بس بيصيروا زي غليل منه الفانكشن الاضخم الفانكشن الاضخم عندك شو الفانكشن الاضخم او الشيء الاكثر بيستخدم ناس وانا شو فيجيتيشن الخضار هذا اللي بقول لك اياه انه انت هلا ممكن بالضبط تفتح بسطات خضره وعلى عيني وراسي راح تنظم لفتره بعد هيك حيصير too good for بالضبط راح يصير too good لانه بعدين صدقني راح يستخدموا كل صغير وكبير في المشروع لانهم يكبروا هذا المشروع احنا من الناس نفرض لانه في عندي مستقبلا ان اكسبانشن هاي مشكلتي دائما في الاربن المشروع اثنين مشكلتنا في الاكسبانشن الاربن اتس نوت اباوت كلوزد اريا الاربن اصلا اباوت انك اصلا تعطي فرصه كمان لانك تتطور اذا انا حديت حالي هون مشكله قد ما اعرض مصفات هون كل مكان احسن كل ما وفرت كل مكان احسن الشغل الثاني بالنسبة للدروب اوف افضل من انه يحطوا كل مشكلتهم زي هناك برمي بضاعتي في منطقة وبعدين اقعد جر مش عملي انت المفروض تلاقي الاشي الاسهل شغلة شو اسمه الانترنس على السوق الانترنس هي طبعا عندنا 3 انترنس عندنا واحدة من هون عندنا واحدة من هون عندنا واحدة من هون سيارات لا ده ما في سيارات جوا السوق سيارات وين بتوصل سيارات هون اه سيارات هذا بس خلص بس شوفي بس هو السوق جوا اذا بدك تفوت عليه طبعا بتقدر تفوت من اي مكان من هون بس هو فعليا بدك تمشي هذا بدك تفكر فيه مستقبلا لانه يكون في عندي منطقه تنزيل البضاعه تدخل السياره لو المنطقه معينه لجوا بس لانه تحط في منطقه قريبه من السوق اه هي يعني احنا كنا عم ما بعرف هلا واحنا عم نشرح فكرت انه ممكن هدول الشوارع الاثنين اللي هون يكونوا هدول منطقه دروب اوف لكل السوق يعني مشروع حتى انه فعلا يكون بيعطيك هذا الامبريشن تبع العقد اللي فوق المفروض نفس السوق يكون سنتين في الأرض تحت الأرض سنتين إيش يعني سنتين؟ سنتين يعني المفروض يكون نازل ليفل نازل تعطيك نفس الإمبريشن اللي أنت بتدور عليه لأنه هذا الإمبريشن اللي أنت بتدور عليه مش راح تحصل عليه بس بهاي مش راح تحصل هو حتى بالثري دي عم يعطيك الإفكت تاعه على المباني اللي حواليه في عندك إفكت على المباني اللي حواليه لا ما فكت هو مباشر حتى كمان يعني ما بكشف الناس اللي جوا لانه معظم البيلدينجز اللي حواليه كلها غير كوميرشال يعني ما فيش انا قصدي افكت معمار انه هو اعطى طابع معماري للمنطقه هون اعطى طابع معماري للمباني اللي جنبه المباني اللي جنبه يعني مش احنا ما حسناهم احنا سبناهم اس از بس حسنا لهم الرصيف حسنا لهم الشارع حسنا لهم حطينا شجر حطينا بنش والافضل انك تفكر في انك تحسن الواجهات تبعك الواجهات تبعك ايش كمان كان في جمال كنا على الدروب انا برضو بتمنى لو بصراحه توسع اكثر المشروع هاي حليتها من هون للفاينل ممكن تعرض الاكسبانشن expansion اللي هو expansion طب اعطينا ايش انت ايش الريسبكشنز اللي انت عم بتشوفه يعني انا بدي بس سايتك شوي سايتك والله هلا هاي اسبلت هلا هاي هاي بس لا انا بدي اشوف انا قصدي المنطقه حواليها هاي مدة انا مثلا انت هلا وصلت لمرحله انك حليت 80 to 85% من المشكله تمام ضل عندك كم مشكله صغيره دول بنحلهم بيوم بسيطه اللي بده يضل عندك للفاينل يمكن التحدي الاكبر انك تعرض حل لا او مش تعرض حل تعرض نوع من زون صغيره من البيوت نعملها اكسبانشن معين للسوق تاعك وتربطه مع النادي لانه النادي نبض حياه المخيم مظبوط انت ما بتعرف قديش هم مرتبطين ايموشن عندهم ايدنتيتي له صح صحيح انا بعرف ناس وتكل فور ذيس كلوب عن جد صح هلا يمكن بيضل عندك بس للفاينل انك تعرض بعد حلك هاد خطه للاكسبانشن خطه للاكسبانشن تبع السوق بس يعني ممكن يكون بيلدينجز وكونكتد تو جيم
طيب فينا نوريكم بس بقية الانيميشن نعم شباب هو بس ما نعرض الأول ولا؟ آه هلا. شو؟ وين الميوزك؟ ما في ميوزك.